كنت أتسمع بالأمس إلى كلمة السيد حسن نصر الله حول الأحداث الأخيرة بعد مقتل قاسم سليماني، ف يعني وردت عبارة أن البعض في لبنان يستخدم كلمة ممانعة، هذا على قوله، يستخدم كلمة ممانعة لتسخيف المقاومة. لم نكن في أي لحظة من لحظات تاريخنا ونحن تاريخنا مقاومة أيام كمال جنبلاط وهم استمرار لهذه المقاومة في مواجهة إسرائيل، لم نكن في أي لحظة من تاريخنا لنسخر المقاومة. أصبحت كلمة ممانعة دارجة كما في الماضي منذ أكثر من 40 عاماً، 4 عقود، كانت هناك عبارة قمة الصمود والتصدي. طيب إذا كانت هذه الكلمة قد يعني تعتبر إساءة إلى جمهور المقاومة فإنني سأسحبها، لكن أيضا فليتفهم السيد حسن بأننا لم نعد نفهم غير المقاومة الحقيقية التي يمثلها في مواجهة إسرائيل. يعني هناك جمهور ورهط وكتاب وتعدد وتنوع، لم نعد نفهم من هو ممانع ومن هو ليس ممانع، فقط الملاحظة الجوهرية. ثانيا، لا يمكن البلد أن يبقى بهذه الحالة من الانحدار. طيب، قام الحراك في بدايته وأسقطنا سياسيا إذا صح التعبير، لكن الحراك لم يقدم خطة في كيفية الوصول إلى الحكم، والكيفية الوحيدة للوصول إلى الحكم في لبنان هي الانتخابات. وأعتقد أنني في أول أسبوع أو ثاني أسبوع من الحراك قلت فليكن انتخابات، لبنان دائرة واحدة، قانون لا طائفي، قانون انتخابي لا طائفي يوازيه مجلس شيوخ للحساسيات الطائفية والمذهبية. لكن بقينا على نفس المنوال، الطبقة الحاكمة الفاسدة أسقطها. طيب، ولازلنا ويزداد الفراغ ولا حل. لذلك لابد من حكومة، وقبل الوصول إلى الحكومة، الاتفاق إلى الحكومة، لأن يبدو أن هناك عراقيل، لابد من الحد الأدنى من تصريف الأعمال بأهمية وجود الحكومة. هذا هو رأيي الليلة. وإذا ما عاد الرئيس الحريري ونتمنى أن يعود، لابد من الحد الأدنى من الانضباط في العمل فيما يتعلق بتصريف الأعمال. لاحقاً نرى كيف تشكل حكومة جديدة، تبقى الحكومة، تعدل، هذا أمر لست أنا الذي أقرر فيه. وليد بيك، يقال أنه اللواء جميل السيد تواصل معك على اسم وزير الحكومة رامي الريس، وكان في حديث أنه ممكن غير دقيق هذا الكلام. أولاً الرئيس المكلف طلب مني ضابط اتصال أو صلة وصل، فكلفت الأستاذ رامي الريس مستشاري، وبما أن كان عنوان الحكومة حكومة تكنوقراط وأخصائيين، وبما أننا في الحكومة السابقة الحالية كان لنا حقيبة الزراعة والصناعة، اقترحت على الأستاذ حسان دياب الأستاذ وليد عساف الصناعي المعروف كي يكون وزيرا لا أكثر ولا أقل. ثم اتصلت هنا، أنا أدقق، باللواء السيد، أوكي، وأكدت له الموضوع، لأنه عرفت أنه أصبح أيضا من الذين يشكلون حكومات
يعني بلاد شوي هيك البلد صاير. لذلك منعا لاي التباس، لان هناك اصول في تشكيل الحكومات وهناك فروع. طيب اكدت له ان مرشحي، مش مرشحي، مرشح الطائفه الدرزيه هو وليد عساف. لم تقدم بديل خلال 3 أشهر وبعدها عم تحكي بنمط انه يسقط الفاسد والسلطة طيب السياسية. طيب بس السؤال اليوم انه لكم في سلطة سياسية إلى 30 سنة بالحكم، صرنا أمام شهرين فراغ حكومة، لا قادرين تشكل حكومة ولا في من يصرف أعمال، فكيف تتوقعون من ثورة شعبية إلى 3 أشهر بالشارع تقدر تقدم بديل؟ بتقدم برنامج واضح، بتقدم برنامج واضح وبتعرضه على كل القوى السياسية الموجودة، وبتقدم برنامج واضح وبتقدم آلية، بتقدم آلية في كيفية الوصول إلى هذا البرنامج. نحن استمعنا إلى كثير من انتقادات وطروحات في كل الملفات وفي كثير مجالات. ممكن صحيح صوت عالي ودقيق، لكن بدك آلية أدق تتوصلي. كيف؟ مش عدبان، مين قال لك عدبان؟ مين قال لك عدبان؟ بس ما بدك آلية انتقال بعد فيها السلطة التي نعتت بكل النعوت، ماشي الحال؟ طيب ما بدك آلية، هذه الآلية تبتدئ بقانون انتخاب جديد، إما هذا المجلس يقوم به أو ندعو إلى انتخابات جديدة، وتدخل الحراك أو غير حراك، هذا الشعب بصوت. نحن تكون واضح جدا لأسباب الحزب الاشتراكي، قلنا كحزب لن نشارك، لكن يعني مش معناته انه كمان فينا نلغي، فينا نقول تحت الشعار ان الحزب لن يشارك لان لظروفنا الداخليه، طيب انه في طائفه او في مجموعه بشريه غير موجوده، ما كمان بدنا نتذكر ما فينا نشطب الدروز لان الحزب ما بيشارك. هاي القصه. هل الدعوات اليوم الى تفعيل حكومه تصريف الاعمال لتعذر تكليف الرئيس المكلف حسن زياد حكومه حكومة تصريف الأعمال بأهمية الحكومة الحقيقية، وخاصة في أنها هذه الحكومة قد أنجزت الموازنة، والموازنة إذا ما أقرت تعطي أمل للأسواق ونخرج من هذه الدوامة.